إن شاء الله هذا اليوم راح يكون عن كيفية تفصيل وخياطة هذه الروب الخاصة بي 5 سنوات. سبق لنا وقمنا بإنجاز باتخور خاص بسنة، سنتين، 3 سنوات، 4 سنوات، واليوم راح يكون باتخور خاص ب5 سنوات. راح أقوم أولا برسم زاوية قائمة. طول الصدر 15، عرض الصدر 15، طول الأوراك 26، عرض الأوراك 16، راح أقوم بإصلاح نقطة الصدر بنقطة الأوراك. الطول الكلي سيكون هو 9 سنتيمات. راح أقوم بتحديد المنتصف، خط عرض الظهر. عرض الظهر هو 11 سنتيم بالنسبة لرقبة الخلف، العمق هو 2 سنتيم، العرض 5 سنتيمات بالنسبة للكتف 5.5، والنزول ب2 سنتيم. ثم رسم خط الكتف، وبالكيرف راح أقوم بإيصال هذه النقط الخاصة بالرقبة وكذلك النقاط الخاصة بحربة الإبط. بالنسبة لرقبة الأمام راح أقوم بالنزول ب5 سنتيمات بخط منقطع، بالكيرف راح أقوم تحديد خط رقبة الأمام. هذا الباترون خاص ب5 سنوات. راح أقوم بعمل باترون مصغر الأمام والخلف. ابتداء من خط الصدر راح أقوم بالصعود ب7 سنتيمات. ثم رسم خط مستقيم حتى أتمكن من تقسيم الباترون إلى جزئين. بالنسبة للرقبة راح أقوم بالدخول بسنتيم واحد على رقبة الأمام وكذلك على رقبة الخلف. هنا القطعة الأولى من الأمام والقطعة الثانية وكذلك بالنسبة للخلف. راح أقوم بقص الباترون إلى جزئين. بالنسبة لنوعية القماش المستعمل، قماش الأورغانزا، قماش التيل، وقماش الطفطة. أولا راح أقوم بأخذ قماش الأورغانزا، وضع قطعة الخلف مع ترك 2 سنتيم على الجانب الخاص بالسحاب، تثبيت القطعة ثم الترسيل على سنتيم واحد. بالنسبة للأمام راح أقوم بالطي على 2 وترك سنتيم واحد على طرفي الباترون ثم الترسيل. راح أقوم بنفس العملية على قماش التيل. بالنسبة لقطعة التنورة راح أقوم بأخذ قماش التيل، راح أقوم بالطي على 2 ثم الطي مرة أخرى على 2 ثم الطي مرة أخرى على 2. يجب عدد الطيات أن يكون مساوي للباترون، بينما الطول الكلي راح يكون، راح أقوم بتحديد 50 سنتيم بهذا الشكل. تثبيت الباترون بهذه الطريقة، هذه المسافة راح تكون مكان الطي بهذه الطريقة، أي مكان عند
طي وعمل كشكشة أو طيات في النهاية. نفس العملية بالنسبة للخلف مع فتح منتصف الظهر مكان السحاب. كذلك نفس عدد الطيات بالنسبة لقماش الأورغانزا، وكذلك نفس قياس الطول. بالنسبة لقماش الطفطارة هقوم بالطي على اثنان، ثم وضع الباترون الخاص بالخلف وكذلك الباترون الخاص بالأمام، مع ترك مسافة السحاب بالنسبة للباترون الخاص بالخلف. بالنسبة لكيفية تحديد الطول هقوم بطي هذه المسافة بهذا الشكل وتحديد طول الأورغانزا مع إضافة 4 سنتيمات على الطول الكلي. راح أقوم بإترك 2 سنتيم حق الاتساع وحق الخياطة. بالنسبة للخلف راح أقوم بترك 2 سنتيم مكان السحاب، وراح يكون نفس طول القطعة الخاصة في الأمام. من مستوى الأوراق إلى الطول الكلي راح أقوم بأخذ قماش، راح أقوم بالطيه على اثنان، ثم مرة أخرى الطي على اثنان وتحديد هذا الطول بهذا الشكل ابتداء من خط الأوراق بهذه الطريقة مع إضافة 2 سنتيم حق الخياطة. هذا الجزء راح يكون عبارة عن تنورة ثانية بكشكشة، راح أقوم بنفس العملية بالنسبة للخلف. هقوم بأخذ قطعة من التول الطي على اثنان، ثم الطي مرة أخرى على اثنان، والطي مرة أخرى على اثنان، ثم الطي مرة أخرى على اثنان. بالنسبة للطول راح يكون نصف طول هذه التنورة، أي راح أقوم تفصيل القطعة على هذا القياس ثم تقسيم القطعة على اثنان. راح أقوم بتثبيت قطعة الأورغانزا وقطعة التول الخياطة على مستوى الكتفين. هكذا يصير شكل القطعة عند الخياطة. وجه القطعة راح يكون من الأعلى على هذا الشكل، ثم وضع وجه القطعة الثانية من الأورغانزا مع وجه قطعة التول. راح أقوم بخياطة الرقبة بهذا الشكل، ثم قص هذه الزيادة وترك فقط نصف سنتيم.
عند قلب القطعه راح يصير شكل الرقبه بهذا الشكل. أخذ قطع الطشطة هكذا راح يصير شكل القطعة عند التركيب. أولا راح أقوم بخياطة على مستوى حردة الإبط. راح أقوم بطي سنتيم واحد من الخياطة بهذا الشكل. قطع الجهة الخاصة بالأوركانزا مع قطعة الطفطة وترك سنتيم واحد على طرفي حردة الإبط ثم الخياطة على مستوى سنتيم واحد. نفس العملية بالنسبة للخلف، ترك سنتيم واحد على الجانب ثم الخياطة على مستوى سنتيم واحد. هكذا يصير شكل القطعة عند الخياطة. راح أقوم بحذف هذا الزائد وترك فقط نصف سنتيم. الآن راح أقوم بقلب قطعة التول على قطعة الطفطة ثم خياطة حردة الإبط على مستوى الكتف. راح أقوم بقص وترك فقط نصف سنتيم. الآن راح أقوم بقلب القطعة بهذا الشكل. هكذا يصير شكل القطعة من الخارج وكذلك من الداخل. الآن راح أقوم بخياطة قطعة التول مباشرة على هذا الخط. هكذا يصير شكل القطعة عند الخياطة، وجه القطعة وهذا داخل القطعة. راح أقوم بحذف هذا الزائد وترك فقط نصف سنتيم. راح أقوم برسم خط الأوراق. ثم أخذ هذا الجزء الخاص بالتنورة وضعه من الأعلى بهذا الشكل وعمل الكشكشة والخياطة على مستوى سنتيم واحد مع ترك سنتيم واحد على جانبي التنورة. هكذا يصير شكل القطعة عند الخياطة. بالنسبة للخلف راح أقوم بترك 30 سنتيم أو 40 سنتيم خاصة بالسحاب ثم خياطة منتصف الظهر.
راح أقوم بتحديد خط الأوراق مكان خياطة التنورة. راح أقوم بترك سنتيم على طرفي التنورة والخياطة على مستوى سنتيم واحد، هكذا يصير شكل القطعة من الخلف وكذلك من الأمام. الآن راح أقوم بخياطة الجوانب. خياطة الجوانب الخاصة بالتنورة. وهكذا يصير شكل القطعة عند الخياطة. بالنسبة لقطعة التيل راح أقوم بخياطة الجوانب الأمام والخلف. نفس العملية بالنسبة لقماش الطفطة، راح أقوم بخياطة الجوانب. راح أقوم بطي هذه المسافة، هي نفس قياس هذه المسافة مساوية من خط الأوراق إلى خط الصدر بهذا الشكل. راح أقوم بالخياطة على هذا المستوى بعمل طيات بهذا الشكل. هكذا يصير شكل قطعة الأورغانزا عند الخياطة. بالنسبة لكيفية التثبيت، راح أقوم بوضع قطعة الأورغانزا على الفستان بهذا الشكل. بالنسبة لقماش التيل، راح أقوم بخياطة هذا الجزء أسفل التنورة مع عمل طيات. هكذا يصير شكل قطعة التيل، الخياطة على مستوى سنتيم واحد. راح أقوم بطي نفس المسافة التي قمت بطيها على قماش الأورغانزا. راح أقوم بالخياطة ثم راح أقوم بالجر الخيط لعمل كشكشة.
وهكذا يصير شكل قطعة التيل. اولا راح اقوم بوضع الفستان على المانيكان، ثم راح اقوم بوضع قطعة الأورغانزا وكذلك قطعة التيل حتى اتمكن من تحديد المكان الصحيح لمكان تثبيت كل قطعة. هكذا يصير شكل القطعة عند التثبيت فقط على مستوى الحزام أو على مستوى الخصر. نفس العملية بالنسبة لقماش التيل. وهكذا يصير الشكل النهائي للفستان.